أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حاجزا أمنيا في محافظة الإسماعيلية شمال شرق جمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب. وتاييدها التام لكل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها وسلامه مواطنيها معبره عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومه والشعب المصري الشقيق وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين